أستاذ فؤاد بنونة محامي وعضو الفيدرالية الوطنية للاستثمار الفلاحي والسياحي، اختارينا تنظيم هذا اللقاء اليوم فيما يتعلق بالقانون الجديد للأراضي السلالية ومحاولات إجراء مقارنة ما بين ظاهر 1919 وما بين القانون الجديد 1762 اللي بطبيعة الحال جاء بعدد ديال المقتضيات اللي هي جديدة. احنا الغاية من هذا اللقاء هذا أولا هو إيصال المطالب ديال المستثمرين على الأراضي السلالية من جهة، وكذلك مناقشة القانون الذي وإن لم يتكلم مباشرة عن وضعية المستثمرين في هذه الأراضي ولكنه على الأقل فتح باب إمكانية التفويت للخواص، وهؤلاء المستثمرين هم خواص وأولى بالتمليك. طرقنا في هذا المناظرة اللي بطبيعة الحال المعيقات اللي كتعترض المستثمرين على الأراضي السلالية والمصير ديال الأموال ديالهم والاستثمارات ديالهم، وكذلك عالجنا الجانب القانوني وما صار عليه حتى العمل القضائي فيما يتعلق بالنوازل اللي هي معروضة على القضاء. وبالمناسبة احنا كنرفعوا المطالب ديالنا من جديد للجهات المعنية باش انها تاخذ بعين الاعتبار وضع المستثمرين وتلبي المطالب ديالهم التي هي مطالب مشروعة. والسلام وشكرا.